لو الحكاية فيها إن فيتو بالتأكيد إنه هذا التكريم يعني توفيق من عند ربنا، وبالتأكيد إنه بلدنا محتاجة إن إحنا نشتغل حتى بكل التحديات وكل الحروب اللي بنقابلها، إنما بالتأكيد وقفنا حول القيادة السياسية، ودايما القيادة السياسية الحقيقة بترجع الفضل للشعب المصري في تحمله وفي صبره أمام كل اللي واجهه من 2011. بالتأكيد إنه عملنا كله وتكرمنا النهاردة بيشجعنا وبيدينا دفعة إن إحنا نستمر، طالما إحنا شايفين إن في عائد، والعائد الحقيقة عند ربنا سبحانه وتعالى. إنما بالتأكيد لما نشوف ده في عيون الشعب وفي عيون المواطنين، في عيون العظماء والأجلاء والأساتذة، ويعني رجال الدين أيضا متواجدين، والسادة النواب ورجال الصحافة والإعلام، بالتأكيد ده بيدينا دفعة قوية. بفكركم بمبادرة تكلم مصري، وهي المبادرة اللي يعني مؤخرا أطلقتها وزارة الهجرة، مبادرة بتؤكد على الهوية المصرية، وإن إحنا كلنا أيضا بنقف أمام حرب طمس الهوية المصرية. فبالتأكيد لغتنا العربية محتاجين إن إحنا نتمسك بيها، لأن هي دي الشخصية المصرية بعددنا وتقاليدنا وقيمنا ومبادئنا.